عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. اليوم أنا وزميلتي إيمان هنقدمها لكم. هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، حياكم الله وما كنتم تتابعوا القناة السعودية، أجمل تحية مني لكم. راح نكون معكم إن شاء الله اليوم على مدار ساعة من الهواء، راح نقدم فيها العديد من المواضيع، وراح نتكلم اليوم عن موضوع جدا مهم لا سيما في هذه الفترة والانتقال من فصل الصيف للشتاء. دائما بنلاحظ انه يمكن تكثر الامراض فيه لا سيما الانفلونزا. راح نتكلم عن تقوية مناعة الجسم، هنا طبعا تكمن اهمية تقوية مناعة الجسم في هذا الموسم، واهمية الاعشاب في تقوية هذه المناعة. طبعا في كثير من الناس بتقوي المناعة بشكل طبيعي عن طريق تناول الأغذية السليمة، لكن لا غنى عن الاعشاب ودورها أيضا الأعشاب كمان الطبيعية في تقوية مناعة الجسم. اليوم راح نتكلم عن كل هذه التفاصيل إن شاء الله، وموضوع جدا مهم مع الدكتور عبد الله طفل، راح يكون معنا في تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع. أيضا حنتكلم في موضوع طبي آخر اليوم، حنتكلم في تحت فقرة مع الحدث، حنتكلم عن اليوم العالمي للبصر. اليوم العالمي للبصر، يعني إحنا مثل ما نعرف إنه في كل يعني ناحية طبية في خصصوا لها يوم عالمي، واليوم حنتكلم عن اليوم العالمي للبصر وعن التطورات في هذا المجال وعن الطب كيف تطور في مجال العلاج البصري. حنتكلم معنا في الاستوديو الدكتورة عهود بنت عبد العزيز العويضة، استشارية أولى طب جراحة عيون لقسم الجلوكوما بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ونائبة رئيس اللجنة المنظمة لليوم العالمي للبصر. حتفيدنا أكثر وأكثر، تتكلمنا عن كل ما هو جديد في هذا المجال. ايضا من هذا الموضوع التوعوي لموضوع ايضا توعوي اخر راح نتكلم فيه مشاهدينا مع الاخصائيه التثقيف الصحي استاذه روابي سنان، راح تكلمنا عن كيف نقي انفسنا من الانفلونزا الموسميه. ومثل ما قلنا انه احنا مقبلين على الشتاء والجو يتغير علينا، فدائما الكثير من الناس بيصابوا بالانفلونزا، وطبعا حتى اللي ماخذ تطعيم الانفلونزا، الانفلونزا مثل ما نعرف انه لها فيروسات كثيره بتكون، فاللي مطعم نفسه ضد هذا الفيروس راح يجي فيروس من نوع اخر، شيء بيجي على الخشم، شيء بيجي على الجسم، شيء بيجي يعني متفرق على الانواع والفيروسات كثيره. احترنا مع هذا الفيروس كيف نقي انفسنا منه. فالواحد ياخذ احتياطاته، يعني مثل ما قلنا قبل شوي حنتكلم عن الاعشاب ودورها في هذا الجانب، وايضا كيف نقي انفسنا عن طريق التطعيمات المختلفه. كل هذه التفاصيل ان شاء الله راح نتكلم عنها ايضا من خلال فقره خاصه بهذا الموضوع. يعني اليوم بشكل عام غلافنا طبي زي ما يقولوا، لكن حنتكلم بمواضيع متفرقه، وايضا أعزائي المشاهدين ما نقدر نستغني عن تواصلكم معنا، والفقرة اللي رجعناها لكم بعد الحاحكم وطلبكم، وأيضا تواصلكم معنا والجوائز المقدمة فيها هي فقرة السؤال والجواب اللي دائما نتواصل فيها مع جمهورنا. خلينا نذكرهم إيمان بالسؤال، الفقرة نذكرهم ولا ناخذ فاصل ونرجع لهم؟ نذكرهم ونرجع بعدين بالفاصل. طيب يلا نذكركم بالسؤال اللي هو كان طبعا مثل، هو مو سؤال، مثل: إن كنت كذوبا فكن، إن كنت كذوبا فكن. والجوائز اللي حتكون معنا 4 كوبونات إن شاء الله، 4 كوبونات حتكون مقدمة من مركز بوليفارد للتجميل، 4 كوبونات بقيمة كل كوبون 500 ريال سعودي. حلوة جدا، حلوة. إيش رأيكم إحنا نشترك، نطلع بعد الهواء ناخذ كوبونات؟ لأنه بالفعل مركز بوليفارد مركز ما شاء الله متفوق ومتقدم في هذه المجالات. ونرجع ونذكركم ترى هو علاج وتجميل، يعني ممكن حتى الرجال اللي عندهم مشاكل في الجلدية أو خلافه أنه ممكن يتابعوا في هذا المركز إذا كانوا مشاركين معنا وكسبوا بالجواب. طبعا جواب جدا سهل ومحتاج نذكركم فيه، بس نحب أن نقول لكم أنه السحب على هذا السؤال يكون يوم الخميس إيمان. إن شاء الله السحب حيكون الخميس، وحابين كمان ننوه عن اليوم المباراة حتكون منتخب السعودي مع الإماراتي إن شاء الله، فدائما نقول كلنا معك يا الأخضر. فعلا احنا اليوم اخضر، احنا دائما اخضر، دائما اخضر وكلنا معك. اعزائي المشاهدين حنطلع فاصل اول لبرنامجنا، تظهر فيه طرق التواصل بيننا وبينكم، وان شاء الله دائما يكون التواصل موجود، ودائما تقدروا تتواصلوا معنا وتطرحوا كل ما تحبوا انه احنا نتكلم فيه ونجيب فيه دائما الاخصائيين وذوي الشان. لا تروحوا بعيد عن السعوديه الاولى، نقول بسم الله لبدايه فقراتنا.
نرجع لكم من جديد ونبدأ إن شاء الله معكم أولى فقراتنا. حنرجع نذكركم بالمثل اللي طرحناه في بداية الحلقة، نرجع نقول المثل، وحتكون معانا عدة أمثال وحيكون عليها جوائز. والمثل اللي رجعنا فيه إن كنت كذوبا فكن، ايش الاجابه يا نجلة؟ يعني ابغى اقول على فكره احنا حتى لغير الخيارات، لانه صارت الاسئله جدا سهله، واحنا بس بنحطها فقط لتواصلكم معنا وعشان رغبتنا فيكم انكم دائما تكونوا كسبانين معنا. ومركز بوليفارد اكيد ايضا ما قصر، قدم لكم هذه الجوائز الرائعه. تابعونا اعزائي المشاهدين، والسحب يوم الخميس باذن الله ان شاء الله. وحنرجع الحين لموضوع اخر، او نستكمل معكم في موضوع اخر ضمن انشطه جمعيه الثقافه والفنون بالرياض. يدشن فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الرياض أنشطته لهذا العام 1438 في حفل يقام يوم الأربعاء 11 محرم مساء، طبعا حيكون بمركز الملك فهد الثقافي. عن هذا الموضوع رح نتكلم الآن مشاهدينا مع مدير جمعية الثقافة والفنون بالرياض الأستاذ عبد العزيز الزهراني. هلا وسهلا فيك. يا مساء الخير. مساء النور استاذ عبد العزيز، حياك الله معنا في برنامج حياتنا. الله يحييكم يا اهلا والله، كيف حالكم؟ سعيدين بوجودك معنا. يا الله يسلمك يا رب. لو نتحدث عن انطلاقتكم لهذه الفعاليه وهذه الانشطه وانطلاقها ايضا. اولا شكرا على الاستضافه. يا هلا وسهلا. الشيء الثاني، هذا حفل يقام في كل بدايه كل دوره في كل عام. جميل. حفل تتشيل لأنشطة وفعاليات الجمعية وما تقدمه خلال العام من دورات وورش عمل وكذلك مسرحيات في جميع المجالات الفنون، ليس فقط في المسرح بل حتى في المجالات الأخرى مثل مجال الفن التشكيلي ومجال التصوير الفوتوغرافي الضوئي، وكذلك في مجال أيضا الفنون الشعبية والفنون الاخرى. ما شاء الله تبارك الله. طب كم حتستمر هذه الفعاليات؟ يعني كم المده اللي حيكون فيها اوقات الزياره؟ نعم، هذه طبعا الانشطه والفعاليات تقام على طوال السنه، حتكون على شكل دورات تدريبيه وورش عمل في جميع المجالات، وتكون ايضا تتخللها بعض المهرجانات والمعارض الفنيه والمسرحيات التي تقام في عدة أماكن. ولكن مع بداية العام الهجري 1438 أردنا أن ندشن ونطلق هذه الفعاليات حتى نخبر الجمهور والمجتمع أن هناك دور وهناك أيضا فعاليات تنظمها جمعية الثقافة والفنون في الرياض، ويمكنهم المشاركة وأيضا الاستفادة منها من جميل. من خلال طبعا هوايات وميول الناس. جميل. هناك من يحب المسرح، هناك من يحب المجال الفنون التشكيليه وهكذا. طب جميل استاذ عبد العزيز، هل حيكون للاطفال نصيب في هذه الفعاليات؟ كون هذه الفعاليات يعني للعائله، والاطفال هم جزء يعني لا يتجزا من العائله. والله طبعا حيكون، لابد يكون في تنوع طبعا في الانشطه وفي الفعاليات. جميل. فاكيد سوف يكون هناك ان شاء الله فعاليات خاصه للاطفال كذلك فعاليات خاصة للشباب والشابات من خلال طبعا البرامج التي تقدمها الجمعية في هذا العام. أيضا يوم غد إن شاء الله الأربعاء هناك حفل تدشين، حيكون الساعة 9 مساء في مركز الملك فهد الثقافي، وسوف يكون من ضمن فقرات استعراضية وفقرات خاصة بالأطفال. جميل جدا. جميل، يعني حلو انه الحفل يتضمن انشطه مختلفه، واكيد هذا الشيء حيكون له دور على انه يكون كل مفعل. افراد العائله لهم نصيب في هذه الانشطه. يعطيكم الف عافيه، يعني ما شاء الله النواحي هذه بدات تنتشر. عفوا تفضل. هناك حفل تكريم ان شاء الله. احنا اخذنا في كل عام تكريم شخصيات شاركت وساهمت سواء كان الاهتمام بالمواهب. مثل المساعدة. مين حضرتك؟ مين من الشخصيات والله المشاركه؟ والله ان شاء الله السنه هذه ان شاء الله او في بدايه التكريم ان شاء الله الحفل يوم غد سوف يكون هناك ان شاء الله تكريم للاستاذ الفنان عبد الله السدحان. نعم. وكذلك ان شاء الله سوف يكون هناك تكريم للخطاط او عميد الخطاطين السعوديين في الرياض او في المملكه الاستاذ ناصر الميمون. ممتاز. وكذلك سوف يكون هناك ايضا تكريم للاستاذ الدكتور
محمد الرصيص رئيس مجلس إدارة الجمعية سابقا الذي خدم مجال الثقافة والفنون والفن. ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا، حلو الاحتفاء بمثل هذه الشخصيات وتكريمها أيضا وتقديرها من طرفكم وفعل مثل هذه النشاطات. يعطيكم ألف عافية، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذه النشاطات. وندعوكم وندعو إن شاء الله أكيد بإذن الله للحضور نتشرف إن شاء الله يوم غد الساعة 9 مركز الملك فهد للثقافة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. الحضور للجميع إن شاء الله. نعم يعطيك ألف عافية مدير جمعية الثقافية والفنون فرع الرياض الأستاذ عبد العزيز الزهراني، شكرا لك وشكرا لكل جهودك وكل جهود المشاركين معكم. شكرا جزيلا لكم، أكيد جميل جدا التنوع في هذه الأنشطة وهذه الفعاليات أيضا من فترة للثانية، والحضور مثل ما قال الأستاذ عبد العزيز يعني للجميع مفتوح.